في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قصة أبي هريرة، ولم يأتي وذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا هريرة لما قال كنت أجوع ويغشى علي من الجوع، كان المسؤول عن إطعامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة كان مجموعة من الصحابة لا بيت لهم يأويهم ولا زوجة لهم ولا مال لهم ولا عمل، فكانوا يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوار حجراته الشريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمهم إذا طعم ويسقيهم إذا شرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أميرهم أبو هريرة أمير أهل الصفة، وكانوا أحيانا يصلون إلى 300، وكانوا غالبا ما بين 30 إلى 70. فإذا كان سيدنا أبي هريرة كان حاله أيام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به الجوع إلى هذا المبلغ، دل على أن النبي يكون في حالة أشد، ليبين أن حال النبي كان أشد من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الطعام ومن الشراب ومن زينة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان لا يرد سائل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أحيانا يأتيه السائل وليس عنده إلا ما يأكله، فيفضل السائل على نفسه ويبيت طاويا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني في هذا الباب، وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، يعني ما شبع الرسول صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم قط إلا على ضفف. يعني إيه ضفف؟ يعني إلا إذا كان عنده ضيوف، إذا كان عنده ضيوف كان النبي يأكل ويشبع معهم ليؤانسهم صلى الله عليه وسلم. يبقى من حسن الضيافة أن تجلس مع ضيفك وتأكل حتى تشبع لتؤنس ضيفك، أما عادتك في الطعام فتعلم عادة النبي صلى الله عليه وسلم واجعلها عادتك وديدنك، أنك إذا أكلت لا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت لا تشبع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل أكل المتعجل، يعني الإنسان الذي يكون عنده موعد ويأكل لابد أن يكون يأكل متعجلا ويأكل قليلا. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ضفف، يعني إلا إذا كان عنده ضيوف. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. واعلم أن خبز النبي كان من شعير، ربما الواحد منا لم يرى خبز الشعير بعد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل المرقق أبدا ولا النقي اللي هو الدقيق الزيرو، الدقيق الزيرو نحن كانوا يسموه الصحابة النقي من النقاء يعني، ونحن الآن نأكل هذا النقي ونأكل خبز القمح، وبالرغم من ذلك لا القليل منا الشكور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته والقناعة بما رزقنا. فيقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس،